الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. الإلحاد الملاحدة الملحدون مجموعات وصفحات إلحادية تكاثرت بشكل فظيع في وسائط الاتصال وما يميزها كثرة السب واللعن والقذف والاستهزاء بالأنبياء والرسل وكتب السماء فهل الإلحاد العربي هو ردة فعل لانتشار خطاب ديني متطرف وبروز الجماعات الدابحه والقاتله باسم الدين والفرق بين الملاحد العرب والملاحد الغربيين ان الملاحد العرب يسبون الله ورسوله والانبياء والدين فيما الملاحد الغربيون يقدمون تاسيسا لما يذهبون اليه على اساس جدلي وفلسفي وهو الامر الذي جعل بعض علماء النفس يقولون ان الملاحد العرب ينطلقون من عقد نفسيه وردات افعال وهذا ما يجعل الحادهم مضطربا للغايه مع الاشاره الى ان الالحاد عند العرب قديما كان ولم يكن منطلقا من الكفر بوجود خالق بل وكما قال عبد الرحمن بدوي في كتابه من تاريخ الالحاد في الاسلام ان الالحاد بين المسلمين لم يكن ابدا رفضا للاله وانما التركيز على جوانب النبوه والقران وقد حاولت دار الافتاء المصريه تقديم تفسير لرواج الالحاد في مصر والعالم العربي فقالت بان ابرز الاسباب التي تدفع الشباب الى الالحاد هي ممارسات الجماعات الارهابيه التكفيريه التي تنتهج الوحشيه والترهيب والذبح باسم الاسلام، والتي صدرت مفهوما مشوها لتعاليم الدين. كما ان الثقافه الببغاويه لكثير من المشايخ والدعاه هي التي دفعت شبابنا الى الالحاد، فقد عجز هؤلاء الدعاه الجدد ان يقدموا للشباب فكرا يهز ودينا مقنعا وفكرا مؤثرا، هؤلاء الدعاه يرددون حكايا الماضي فقط ونحن في القرن الواحد والعشرين. والذي يريد ان يتعرف على الله ولا يعرف شيئا عن الدين ولا الاسلام ويشاهد ما تفعله الاحزاب والجماعات والكتائب المنسوبه ظلما وعدوانا لله يقول لا اريد ان اتعرف على هذا الدين الاجرامي. هذا واقعنا للأسف الشديد جماعاتنا ساءت إلى ربها وادعت أنها ترضيه وبسبب حساسية هذا الموضوع أصبح من الصعب الحصول على العدد الحقيقي للملحدين واللادينيين في المجتمعات العربية لأسباب اجتماعية وشخصية الإلحاد بين الحقيقة والوهم عنوان برنامج الفلاميم ويشاركنا في النقاش من الاردن الحبيب الشيخ الفاضل مصطفى ابو رمان ومن الجزائر الحبيبه الباحث الاكاديمي الدكتور بوزيد بومدين مشاهدينا مرحبا بكم جميعا. دكتور بوزيد مبدئيا الالحاد مصطلح يختلف فيه كثيرون، هناك من اعتبره علمانيا وهناك من اعتبره لا دينيا، لكن نحن نكتفي بما هو متعارف عليها اليوم في المشهد الثقافي العربي هل كان الإلحاد ظاهرة في تاريخنا الإسلامي هل كان موجودا وكيف تفوعل معه في سياقات ومحطات التاريخ الإسلامي شكرا أخي يحيى بزكريا أولا أحييك وأحيي ضيفك الكريم من الأردن الشقيقة واحيي ايضا الفريق الذي معك والمشاهدين الكرام الذين يتابعون حصصك بشغف هنا في الجزائر حياتي. في الحقيقه ان مصطلح الالحاد سواء عندنا او في اللغات الاخرى اقترن عموما كما يرد في بعض المعاجم بانكار وجود الله غير ان لهذا المفهوم اتساع احيانا وقد يرتبط بمفهوم الزندقه عندنا نحن العرب كما يرتبط بالكفر ويرتبط بالبدعه لكن عموما يمكننا ان نقول دعنا أن نتفق على ان مشكله الثقافه العربيه احيانا عندما تنقل المفاهيم من مجتمعات اخرى لا تنقلها بدقه اصطلاحيه بحيث انها لا تشوش على المضمون او المصدق او تشوش على التفكير بحيث انها اقترنت بالعلمانيه وهذا ليس صحيحا لان حتى مفهوم العلمانيه انتقل الينا بشكل خاطئ انتقل الينا بالرؤيه الفرنسيه برؤيه الثوره الفرنسيه ولم نستطع ان نفرق بين ما معنى اللا اللاديني او الدنيويه او العلمانيه وبالتالي جاءنا هذا المصطلح محمل بالعداء للدين اي جاءنا بالمضامين الفرنسيه والمجتمعات الكاثوليكيه وليس من المجتمعات البروتستانتيه. على كل دعني اقول لك ان مفهوم خلط مفهوم العلمانيه بالالحاد ليس صحيحا لان عندنا من العرب من يكون علمانيا وهو متدين ويؤمن بالله ولكن لا يرى للدين تدخل في السياسه. اذا ذهبنا الى مجال اخر وهو انكار معلوم من الدين بالضروره هذا هو الاشكال الذي يختلف فيه الفقهاء والعلماء هل نعتبره مرتدا ملحدا كافرا كيف يكون التعامل معه؟ المفهوم الالحاد في الحقيقة يرد في القرآن الكريم أيضا هذا المعنى وذروا الذين يلحدون في أسمائه بمعنى أن لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي أن أصبح مسألة الإلحاد هو إنكار وجود الله في القرآن الكريم أو إنكار صفة من صفات الله المعروفة عند علماء علماء الكلام وعلماء الأصول ولذلك اساسا هذا هو المفهوم ومفهوم الالحاد موجود ايضا عند اليونانيين وارتبط عند سقراط ليس بانكار وجود الالهه ولكن ادعى الى توحيد الالهه والأبيقوريين قالوا ان الالهه موجوده ولكن لا تتدخل في البشر فاعتبروا ايضا اعتبرهم بعضهم ملحدين وبالتالي مفهوم الالحاد هو مفهوم يمكن ان نقول في مفهومه الكلي هو انكار وجود الله لكن التفاصيل فيما يتعلق بقضية من ينكر من يثبت وجود الله ولا يرى له التدخل هل نعتبره ملحدا أم ملحدا أم ليس ملحدا هذه مساحة فيها خلاف وعندنا عندما نعود إلى البصرة مثلا التي تواجد فيها بعض الملحدين كابن عبد القدوس وبشار بن برد وابن الرواندي وغيرهم كانت التسمية الأكثر رواجا في البصرة والكوفة في القرن الثاني والقرن الثالث الهجري هو كلمة الزندقة نعم. والزندقة ارتبطت عموما عند الرازي وابن الرواندي هو إنكار كما أشرت أنت في الكتاب الذي كتبه تاريخ الإلحاد في الإسلام لعبد الرحمن البدوي هو إنكار النبوة أي أن الرازي كان يؤمن بالله ولكنه كان ينكر النبوة وإنكار النبوة عندنا هو باب النبوة باب أساسي في علم التوحيد بمعنى أن الذي ينكر النبوة نعتبره ملحدا فقالوا يمكن للنبوة أن تكون بالعقل ولا نحتاج إلى النبوة ولكن آمنوا بالله إذا هنا مفهوم الإلحاد كلما هذا المفهوم كان عاما يدخل تحته كثير من الحالات ولكن كلما ضيقنا المفهوم ضيقنا ايضا وسعنا المسادقه وسعنا المضمون فعندما نقول الملحد هو الذي يقول بانكار وجود الله نخرج هنا الذي ينكر النبوه بمعنى لا نعتبره ملحدا لكن عندما نضع المفهوم هكذا مطلقا واسعا فهنا بعض الفقهاء ومنهم الغزالي وغيره ادخل حتى الذين ينكرون النبوه او الذين يعطلون بعض صفات الله وبالتالي اعتقد ان هذا الموضوع حساس جدا سواء بالنسبة للهيئات الدينية كالأزهر وغيرها في التحري في هذه المسألة بالذات وأيضا للذين يشتغلون في حقول المعرفة الإنسانية والاجتماعية وبالتالي أن هذا المفهوم في تطوره في أوروبا من القرن السابع عشر إلى القرن الثامن عشر القرن التاسع عشر لأنه ارتبط في مرحلة معينة عند نيتش الذي أعلن موت الإله نعم. ولكن عند اخرين لم يعلنوا موت الاله نعم. مثلا ديكارت قال انا افكر اذا انا موجود ولكنه عاد الى الايمان بالله ولكن ليس بالصيغه الكاثوليكيه طبعا دكتور بوزيد سوف ناتي الى ايمان الفلاسفه بالله ومجملهم كان مؤمنا بالله ومقرا بوجوده ثم عميت عين لا تراك يعني هل يحتاج الله الى دليل وكل شيء يدل عليه وأورد أن القدامى كانوا يستخدمون مصطلح الدهريين أيضاً الرد على الدهريين وهذا المصطلح الإلحاد نعم. الدهريون تنقل كثيرا في المشهد الثقافي الإسلامي شيخنا الفاضل مصطفى أبا رمان حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواه مبدئيا وياكم. كيف يتعاطى العلماء المؤسسات الإسلامية مع ظاهرة الملاحدة وعندما تغوص في مواقعهم يعتمدون السب او تمزيق القران مثلا علنا او من يقول انا تحدى الله فاين الله ليرد علي الواضح انهم لا يتمتعون باساس ايديولوجي علمي في اثبات عدم وجود المولى عز وجل ما الذي تقوله في هذا السياق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين حياكم الله دكتور وحيا الله ضيفكم العزيز سيدي بو زيد بو من الجزائر وحيا الله الجزائر وأهل الجزائر حياك ربنا وحيا الله المشاهدين الكرام وبارك الله فيكم سيدي يعني للأسف الشديد جدا أن للعلماء كان دور جدا أيضا في ظاهرة الإلحاد لأنهم كانوا دعاة بلا غرس لليقين في نفوس الشباب وبلا تربيه حقيقيه للشباب ولهذا قصر العلماء تقصيرا كبيرا جدا واذا جاء ملحد يحاورهم قال له انت ملحد كافر اذهب عني اغرب عني الى غير ذلك من العبارات ولكن القليل من الدعاه والعلماء من يحاور هؤلاء ويقف معهم موقف يعني العقلي والنقلي الذي يثبت لهم يعني ما انكروه سواء كانوا كما قال الاخ ابو زيد انكار الذات الالهيه او انكار الغيبيات او انكار النبوه او انكار معلوم من الدين بالضروره كيف نقل قنع هؤلاء الشباب هو دور العلماء اصلا ان يعلم هؤلاء الشباب وهؤلاء الذين انحرفوا عن الحق وهذا من تعريف الالحاد هو الميل عن الحق إلى الباطل إلى الفسق وأنت تعرف والجميع يعرف أن إمام الملاحدة والكفر والفسوق والاستكبار هو إبليس عندما استكبر وضل وانحرف عن الحق وعن ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما جاء عن الله عز وجل أولا لهذا دور العلماء يعني منوط بهم وعليهم دور كبير في يعني في تعليم وتربيه هؤلاء الشباب التربيه الصحيحه وبناء اليقين على في قلوبهم ولعل لعل سببا من الاسباب في الحادهم هو تناقض العلماء مثلا مرتان او الدعوة إلى التطرف والتشدد أو الدعوة إلى السياسة أو الانخراط في الأحزاب السياسية الإسلامية كثيرة هي الأسباب التي دعت الشباب هؤلاء أن لا يثقوا بالعلماء فأين يعني بناء الثقة من جديد بين الشباب والعلماء تحتاج من العلماء أن يكونوا مع الشباب في إدخال المفاهيم الحقيقية عن الدين وعن الذات الإلهية وعن النبوة وعن الغيبيات عن الأشياء التي انكروها وخصوصا ان الشباب يعني اسئلتهم محدوده كما قال في المقدمه وقلتم ان يعني الالحاد هو اصبح ظاهره غير محصوره وليس لها يعني احصائيه طبعا لان الشباب لا يريدون ان يعلنوا الحادهم او يعني يكون الحادهم ظاهرا لهذا يا سيدي دور العلماء اولا في التربيه والتزكيه وبناء اليقين على الله عز وجل و العقيده الصحيحه ونحن الان نتخبط يعني بين العقيده السلفيه الوهابيه المجسمه المشبهه مع عقيده الاشاعره المنزهه مثلا وعقائد المذاهب الاسلاميه التي تنادي بتنزيه الله عز وجل وهذا له دور كبير جدا في انحراف بعض الشباب انهم يعني لم يروا اتفاقا واحدا على عقيده صحيحه في تعريف الذات الالهيه وليس كما نرى الان في وسائل الاعلام المنتشره التي يعني حقيقه المسلم المؤمن صاحب العقيده الصحيحه عندما يسمع هذا الكلام يراه الحادا في اسماء الله عز وجل وصفاته فالله سبحانه وتعالى المنزه التنزيه الكامل وليس كمثله شيء نراهم الان يعني يصفون الله عز وجل بما لا يليق بجلال الله عز وجل سبحان ربك رب العزه عما يصفون ولهذا يعني في كتاب الله عز وجل عندنا الجواب الكامل وعندنا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الرد على الملاحدة هذه الكتب التي يعني يجب على العالم أن يقرأها ويقرأ هذه الحوارات التي كانت في العصر الإسلامي الأول في الرد على ابن الراوندي وعلى ابن سينا وعلى غيره حتى أبو العلاء المعري وغيرهم من الفلاسفة الذين لم ينكروا وجود الله ولكن كما قال سيدي ابو زيد انه يعني هناك ليس انكار لله عز وجل ولكن انكار للغيبيات او انكار بعض النبوه او بعض النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لهذا يا سيدي اعود فاقول ان للعلماء دور كبير جدا يجب أن ينتبهوا إليه وأن يعودوا إلى الشباب ويعلمهم ويربوهم والآن المناهج المدرسية أيضا لها دور كبير جدا في إرساء العقيدة الصحيحة وإبعاد هؤلاء الشباب عن الفسق أو الضلال أو الانحراف عن الحق عن العقيدة الصحيحة عن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب الإيمان بالغيبيات التي الان يعني انشغل العلماء في خطاباتهم بالانقلابات صحيح. بما يسمى الربيع العربي بالدكتاتوريه بالظلم لماذا نعم. تنشغلون بذلك وتركتم نعم. وتركتم المنبر الشيخ مصطفى هذه الناحيه ولم تنتبهوا الى ما هو اخطر واهم في هذا السياق امران اشرت اليهما مبدئيا المنبر الاسلامي الذي كان مرادفا للعلم للفقه للاصاله للفلسفه للابداع الفكري والحضاري لم يعد كذلك يعني انا شخصيا عندما اذهب الى المسجد لا اسمع الا السياسه، الخطيب 90% سياسه و 10% دين، يعني هذا اثر لا شك على الشباب الذين لم يقدم لهم ربا جميلا حنانا منانا من جهه اخرى الله تعالى قدم على انه الغليظ الجبار القاسي الذي لا يعرف الا البطش بالعباد فهذا ايضا خوف الناس والشباب من الله تعالى الذي سمى نفسه الرحمن الرحيم. دكتور بوزيد طبعا هنالك الكثير من الكتب التي عالجت ظاهره الالحاد سواء في الغرب في المشهد الثقافي الغربي أو في المشهد العربي طبعا أنا لا أستطيع أن أجلب معي كل الكتب فأصور الأغلفة حتى لا أحمل أثقالا هنا في الاستوديو من الكتب العلم ووجود الله لجون لينوكس هل قتل العلم الإيمان بوجود الله؟ هو لا يسب لا يدم كما يفعل بعض الملاحد العرب هو يفلسف قضية العلم وهل الاعتقاد بالعلم تفوق على الاعتقاد بالله كتاب لمنير أديب الإلحاد بين أفكار أصحابه وهجرة أتباعه والباحث مصري بحث ظاهرة الإلحاد وحاول أن يناقش الشباب لماذا ألحدوا الأسس اللاعقلية للإلحاد وهو كتاب عقلي جميل يناقش ان الالحاد العربي يفتقد الى الاسس المتينه وهم الالحاد ايات الربوبيه في الكون لاحمد الحسن البراهين العقليه على وحدانيه الرب والرد على الدهريين، طبعا هذه الكتب الرد على الدهريين واخيرا كتاب نشره الازهر الشريف وهم الالحاد. وطبعا يحاول الازهر ان يصدر بين الفينه والاخرى كتب تناقش الشباب. السؤال دكتور بوزيد هل فتحنا نقاشا مع الذين قالوا اننا ملحدون؟ يعني في المساجد للاسف الشديد حيث حصرت الدعوه في المسجد معظم النقاشات سياسيه كما اسلفت. معظم النقاشات تتعلق بالشان العام هنا او هناك كل دولة عربية ومشاكلها يعني نحن لم نربي شبابنا على الروح لم نربي شبابنا على الله والخوف من الله او مبدا التقوى كما يقول علماؤنا الصالحون هل هناك خلل في منظومه الالقاء الاسلامي وبالتالي المتلقي لم يفهم واختار ايسر وجه الالحاد شكرا لك على تزويدنا بهذه العناوين للمشاهد الكريم إذا ذكرت في الثلاثينات وبالضبط سنة 1937 كتب إسماعيل أدهم الذي انتهى نهاية مأساوية منتحرا يوصي أن لا يدفن في مقابر المسلمين وأن يحرق جسده جسده هذا الكتاب نشره في 37 يسمى لماذا أنا ملحد ورد عليه محمد فريد وجدي بكتاب لماذا انا مؤمن صحيح كان هناك نقاش ممتع بين مؤمن وبين ملحد ورد ايضا وكتب مصطفى محمود بنفس الشكل لماذا انا مؤمن يرد في على الملحدين على كل هذه النقاشات ظهرت في الثلاثينات والاربعينات في في مصر في اجواء خاصه كما ظهر كتاب الذي اشرت اليه اشرت اليها الرد على الدهريين وهو التسميه كما قلت في بدايه الحصه التي كانت تطلق على الملحدين من خلال الايه القرانيه وقالوا ما يهلكنا الى الدهر وما وقالوا ما وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الى الدهر بناء على البيت الذي قاله قالته العرب حياه ثم موت ثم حياه حديث خرافه يا ام عمرو اعتقد ان الالحاد في ثلاثه اوجه الوجه الاول الذي اشرت اليه الالحاد العلمي والذي برز اكثر مع داروين وكتاب الافغاني هو في هذا الاطار وظهرت كتب اخرى حتى لفلاسفه من الاوساط البروتستانتيه والكاثوليكيه كانت ترد على النظريه الداروينيه التي تلقفها البعض واعتبرها المدخل الاساسي للالحاد العلمي وطبعا تطورت في مساله فيما بعد في مجالات الفيزياء والرياضيات وغيرها على كل هذا الالحاد من هذا النوع الذي يخرج من مخابر الفيزياء والكيمياء أنا شخصيا لا يقلقني لأن هذا الإلحاد العلمي لا يبشرون به ولا ينشرونه ولا يواجهون به الكنائس بل هو تأمل علمي خاص بهم كما نجد تأملات علمية إيمانية عند فيزيائيين وعلماء طبيعة وفلك آخرين طبعا دكتور بوزين دكتور بوزين. هناك إلحاد ما نعم. يتلاقى مع كتاب لماذا أنا ملحد الذي كان من اب مسلم ومن ام بروتستانتيه وعاش غبنا بحيث ان الوالده تاخذه كما يحكي في كتابه اسماعيل الادب الى الكنيسه وابوه في المساء ياخذه الى المسجد وعاش تمزقا دينيا وعاش عنفا دينيا وكانت هذه الحاله النفسيه هي التي اودت به الى الانتحار وهو لا يزال شابا صغيرا فاعتقد ان هذا النوع من الالحاد الذي ياتي عن طريق ازمات واحباط نفسي وعند شبابنا وتنامى أكثر بعد ما يسمى بالربيع العربي من خلال المواقع الإلكترونية والميديا سوش التي تنشر هذه المواقع وتعرف أن هناك مواقع ظهرت في تونس والسودان وفي سوريا سنة 2014-2015 وعملت البي بي سي إحصاء بهذا الشكل ووجدت أن أكثر المتابعين حوالي بين 4000 و 5000 لهذه المواقع الإلحادية ويصرحون بذلك هؤلاء الشباب في الميديا السوشيال غالب هؤلاء هي أزمات نفسية واجتماعية وأعتقد أنه يمكن هنا فهم هذه الأسباب وبعضهم لا يلحد ولكنه يتحول دينيا مثل ما هو موجود نعم. في بعض المجتمعات المغربية بحيث أن الصراع نعم. مع هؤلاء المتطرفين دينيا ومع السلطة السياسية يأخذ معنى التحول الديني إلى الديانة المسيحية وللأسف أحيانا يذهبون إلى المسيحية الإنجيلية الأمريكية المتصهينة وليس إلى المسيحية في نقائها ونظافتها وأيضا الطابع الثالث الذي أقصده وهو أن يكون الإلحاد مواجهة دكتور بوزيد. السياسية التي تحاول أن تعتمد كمصدر وهذا الصراع السياسي طبعاً هو نعم. الذي يؤدي إلى بعض السياسيين للإلحاد نعم. دكتور بوزيد أذكر فقط هنا حتى لا يفهم أن بعض العلماء الحد عدد العلماء الذين يؤمنون بالله 90% وأنا لدي إحصاء وعدت موسوعات نعم. الملاحدة يعني حتى الذي كان ملحدا جون بول سارتر الذي قاد تظاهر الله مات ديو إيمور في فرنسا لما توفى قبل وفاته سئل ما زلت عند نفس النظر الله مات قال لهم معاذ الله انني كائن تم تحضيره من قبل خالق والبرت اينشتاين عندما سئل عن قوه تدير الوجود قال اني لا اشك في ان هنالك طاقه هائله تدير هذا الكون هو سماها طاقه نحن نسميها الله رب العالمين مشاهدينا فاصل قصير صحيح. ثم نعود اليكم فابقوا معنا. كتاب وهم الالحاد: ايات الربوبيه في الكون احمد الحسن. هل علينا ان نختار بين الايمان بإله او الايمان بالعلم؟ من لم يسمع هذه الجمل الشهيره والخاطئه التطور يدعي ان الانسان اصله قرد، العلم يدعي ان الكون والحياه وكل شيء يوجد بالصدفه فقط. وهي كلها صور لقول واحد يروج له الكثير ممن يمثلون الاديان هذه النظريات العلميه خاطئه واخرون اختاروا قولا ثانيا النظريات العلميه صحيحه والدين صحيح ولكن كيف النظريات العلميه التي ينظر لها الملحدون تمثل اطروحه متكامله ترسم لوحه اخرى عن نشاه الكون والحياه والثقافه والدين تناقض اللوحه التي يرسمها رجال الدين لا يمكن لعاقل ان يقبل كلا القولين ما لم يحل التناقضات التطور يقول بعمليه عمياء غير واعيه ولا هادفه على المدى البعيد والدين يقول ان هناك هدفا نظريه الكون من لا شيء تقول ان الكون اوجد نفسه تلقائيا من لا شيء ومن دون تدخل خارجي والدين يقول ان هناك خالقا للكون «الأسس اللاعقلية للإلحاد مشكلة مبدأ العالم نموذجاً». عمرو علي بسيوني. تقوم كل الأديان والمذاهب والأفكار الألوهية على إثبات وجود الله عز وجل، وأنه الحقيقة الكبرى التي تفسر سر الوجود وما يتعلق به من غايات. بل ان كثيرا من الاتجاهات تعرف الدين على انه اعتراف بشري بوجود قوه فوق بشريه مسيطره هي الاله او الالهه التي تستحق الطاعه والعباده ورغم ما في هذا التعريف من قصور بين وفق التصور الاسلامي بخاصه وسائر الملل السماويه بعامه الا ان محل الشاهد فيه ان وجود الله تعالى هو محور الدين ولبه الفاعل واذا انتقلنا الى النقيض على الطرف الاخر لننظر الى الالحاد باعتباره في ابسط مفاهيمه انكارا لوجود الله عز وجل فان اغلب الدارسين للالحاد يميزون بين اتجاهين للالحاد وهما بالاحرى مستويان الالحاد السلبي وهو عدم الايمان بوجود الخالق والالحاد الايجابي وهو نفي وجود الخالق ولما كان النوع الاول من الالحاد السلبي لا ينضبط منهجه لكونه يقوم في الغالب على تشكيكات مجرده او عدم اقتناع شخصي او عاطفي فان النوع الثاني من الالحاد الايجابي القائم على التدليل على نفي وجود الاله يكون هو الاكثر حضورا في مجال المعركه الفكريه بين الايمان والالحاد في ذلك السياق التحليلي للالحاد بمفهومه الايجابي ينبغي ان نميز بين اتجاهين لذلك الالحاد اتجاه فلسفي واتجاه علمي مشاهدين اهلا بكم من جديد من ادرك حلقتنا الان نحن نعالج موضوع الالحاد بين الحقيقه والوهم في خط طنجا جاكرتا أه شيخ مصطفى يعني دعني قبل ان اغوص اكثر في التفاصيل ادون ملاحظه ان بعض الدعاه الذين اشكلت عليهم هم الذين حملوا لواء الالحاد فالشيخ عبد الله القصيمي ويقينا تعرفه كان من مشايخ السلفيه وكان من دعاه السلفيه والوهابيه وانتهى به الامر ملحدا وهو واحد من الذين نظروا للالحاد العربي عبد الله القصيمي كما ان بعض الدعاه المعاصرين الذين تخندقوا في الارهاب في سوريا في 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 العراق في حتى عندكم في الاردن صاروا صاروا ملحدين ويكفرون بالله ورسوله يعني هل هو انتقال فكري وعلمي ام انه هكذا؟ لم يحققوا في ارهابهم شيئا فلجاوا الى الكفر بالله لان الله سلبهم التوفيق لان الله لا يوفق الا المؤمنين الصالحين المتقين الذين لا يؤذون الناس نعم سيدي جزاك الله خير يعني هو عبد الله القصيمي يعني كمثال نعم. آه آه هذا الرجل الذي كان وهابيا سلفيا ودافع عن السلفيه على انها هي الاسلام وكتب في ذلك كتبا كثيره مدافعا عن الاسلام الذي يدين به ويعتقد به وهو المذهب الوهابي السلفي وامضى يعني اكثر من نصف عمري عمري وهو في هذا المجال عفوا <applause> <applause> تفضل لكنه بعد ذلك بعد هذا الدفاع المستميت عن المذهب الوهابي ونشر الكتب كانه لم يحصل على الدرجه التي يريدها في مذهبه او في مجتمعه او عند سلطته هذا راي بعض يعني من قال عنه انه لم يتحصل على شيء في المذهب الوهابي او في مملكته او في مجتمعه فانتقل بعد ذلك الى التشيع وبقي في التشيع فتره الى ان انتقل بعد ذلك الى التشكيك ومن التشكيك الى الالحاد، وهنا يعني له رحلات الى من السعوديه الى مصر، ثم كان اخر محطه له في الاردن وتوفي بالاردن. نعم ويعني لولا اننا نقرا عن القصيمي لما عرفنا يعني عنه شيئا ولا عن كتبه ولا عن ردوده ولا عن انتقاله من مرحله الى مرحله. فالقصيمي امثاله كثر. ربما يعني بعض الشباب التقيت به وكان مسجونا لفكره السلفي وعندما التقى بالسجن مع الاخواني والتحريري والسلفي نزع وابتعد عن كل هذه المذاهب وكل هذه الاديان وكل هذه السياسات وذهب الى الالحاد او العلمانيه الغير ملحده يعني يؤمن بالله ولكنه ابتعد عن كل ما يفترض عليه من فرائض وحدود وانسلخ منها كليا كانت رده فعل فالقصيمي كانت يعني وامثاله كثيرون هي رده فعل بالنسبه لهم او انه لم يكن يتربى على عقيده صحيحه اصلا ولم يتربى بين يدي العلماء علماء الربانيون علماء التربيه والتزكيه الحقيقيون ولكنه يعني كما يدعي بعض الذين ردوا على القصيمي حديثا وفي زمنه انه كان يسرق بعض النصوص من علماء سبقوه هي التي اشتهر بها او الكتب التي نشرها والفها يعني شيخ مصطفى شيخ أيضاً مصطفى هؤلاء الشي... نعم شيخ نعم مصطفى سيدي. في هذه النقطه فقط معك لا عليك ان شاء الله يعني وذكر القصيم كتب كتابا يعني ناريا في الدفاع عن الوهابية سماه الفصل الحاسم بين الوهابية ومخالفيها ورأسا انتقل إلى الإلحاد بعد ذلك ليكتب كتابا الكون يحاكم الله ربما كان يقصد الله المشبه المجسم الذي ينزل إلى سماء الدنيا على ظهر حمار نعم كنت سأذكر ذلك سبقتني إليه لأن الوهابية يعني الذين يصفون ربهم بالشاب الأمرد أو أو ينزل على حمار أو إلى إلى أنه يجلس على كرسي وأن له رجلين ويدين وإلى غير ذلك من الصفات هذه يعني من يصل إلى الحقيقة من خلال عقله وتفكره بالقرآن العظيم وبالسنة الحقيقية ويقرأ للعلماء الآخرين لكن هؤلاء الوهابية العلماء الوهابية يعني اعتبروا أن مذهبهم هو مذهب الإسلام هو الإسلام الحقيقي وأن غيره زندقة وكفر وفسق وضلال وبدع إلى غير ذلك لهذا هو القصيمي كأنه يعني بكتابه في الكون الذي ذكرته كأنه يرد على هذا التجسيم وهذا الإله الذي تؤمن به مذهبه ومدرسته التي كان عليها سابقا ولهذا الكثير يعني من الشباب ابتعد عن هذا السجال وهذا الجدال وهذا الحوار في هذه العقيدة نعم. سواء كانت عقيدة يعني الوهابية أو غيرها. شيخ نعم. مصطفى. وكذلك العقائد السياسية التي أيضا أبعدت الشباب عن أن يلتزموا دينا حقيقيا وهنا ودينا صحيحا ودينا يعني. نعم. هنا, هنا الخطورة يعني أيضا الذهاب الإلحاد هو أيضا سياق انحدار وانهيار. لأن الإيمان يعطي للمواطن العربي دافع الدفاع عن الأوطان، عن الكرامات، عن الأعراض والنواميس ويجعلنا نتهيب يعني ونهب لنصرة الحق، وهنا أسأل الدكتور بوزيد، دكتور بوزيد في خضم الإرهاب وردة الفعل الإلحاد غاب المشروع الفكري الثقافي الحقيقي. طبعا لا يمكننا أن نتحدث عن السلطات العربية لأن السلطات العربية اشتهرت بالغناء والطبل فقط يعني المجنون هو من يحاسب السلطات العربية ويقول له اهتم بالعقل أصلا إذا سئلت عن العقل لا تكاد تجيب يعني تأمل معي الإعلام العربي الرسمي لا تكلم عن الخاص كله رقص ومجون وملايين دولارات تصرف على التفاهات لا يوجد حوارات إعلامية مع شبابنا لا يوجد نقاشات فكرية مهرجانات ثقافية حتى المهرجان الثقافي صار ندعو مطربة ونعطيها نصف مليون دولار بدل أن نزود شبابنا على سبيل المثال إذا هذا الاضطراب اليوم في المشهد الثقافي هو الذي يولد هذه الفوضى ومنها الذهاب إلى الإلحاد نعم صحيح والإلحاد بهذا الشكل الذي أشرت إليه ينبت في بيئة الكراهية والعنصرية وإحياء العرقية الإثنية فأعتقد أن الإلحاد لم يعد مسألة علمية أو مسألة انتماء لتيار سياسي لأنك تعرف أيضا أن الإلحاد يأخذ أحيانا مسميات معينة هل نتفق على أنه فعلا ينكر وجود الله أو لا ينكر وجود الله الإلحاد أخذ المعنى الاتباع المادية الماركسية الستالينيه والماركسيه اللينينيه في فتره ما اخذ ايضا مفهوم التنوير مفهوم العقل الحر اخذ مفهوم اليساريه ولكن هذه مفاهيم نبتت اساسا في اجواء سياسيه وتحولت مثلا الماديه الماركسيه في اليسار العربي في بعض البلدان العربيه تحولت من موقف سياسي ضد الراسماليه والبرجوازيه الى موقف عقدي وهذا هو الانحراف الذي وقع مثلا في الجزائر في السبعينات على مستوى النخب وقع في العراق ووقع في سوريا ايضا، فاعتقد ان الـ الـ الانزلاق في تحول الالحاد كموقف فكري او كموقف زندقي كما كان عند الرواندي او حتى عندما بعضهم يحسب لابن سينا اصبح موقفا يمكن ان ندرجه ضمن التهديد باحداث الخلل في النسيج الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي ومن هنا يصبح تهديد امني الالحاد اذا تحول الى كراهيه للاخر والغاء للاخر وتحول الى عقيده مشابهه لعقيده التطرف وعقيده الداعشيه والعقيده القتاليه وبالتالي نقول هنا ان الالحاد بهذا المعنى هو يعمل ايضا على حركه الشباب وعلى ان يكونوا مثل المهاجرين السريين في قوارب الموت في قوارب اللا دين لا علاقه مع المجتمع لان الالحاد هو الخروج ايضا من مجموعه ليس على المستوى الفكري نعم نحن نطالب بحريه التفكير وحريه الراي وحريه العقيده لكن عندما يكون الالحاد سلوك شاذ وفيه الكراهيه للمؤسسات الدينيه، فيه العداء لكل ما هو ديني سواء كان مسيحي او كاثوليكي او حتى العداء للطاقة الطاقه الايجابيه التي اشرت اليها لان عندنا في مجتمعات اخرى ليسوا من اهل الاديان ولكن يؤمنون بشيء يسمى الطاقه الايجابيه عند البوذيين وعند الكونفوشيوس وهذه الطاقه ربما لعبت دور كما يقول مالك بن نبي في حضارات اخرى وليس في حضارتنا فالمشكل هنا ان الالحاد يصبح انحرافا فكريا وسلوكيا وسياسيا وهو ما يهدد المجموعه العربيه والمجموعه الاسلاميه وحتى في المجتمعات الاوروبيه كانت هناك بعض الدعوات الفكريه الى مقاومه هؤلاء لانه لا يشوشون على الكنيسه ولكن يشوشون على الطمأنينه، ما يسمى بالسكينه ايضا، والقرآن الكريم والاديان تدعو الى السكينه فكل ملحد يحمل كراهيه تجاه الاخرين لان هي في الاخير هي مثل مثل الاسلاموفوبيا هناك نعم. الالحاد فوبيا يتحول الى فوبيا ويتحول دكتور الى بوزيد. مظهر غريب نعم. وخطير ويهدد الامن الاجتماعي انت اشرت الى الجزائر الى العراق والتفاصيل كثيره لو اردنا ان نتحدث عنها سوف نعبي الهواء لمليون حلقه فعليا اليوم النظام الرسمي العربي بعض الجهات المفكره في النظام الرسمي العربي بعض الجهات الامنيه دعنا نسمي مباشره تقول ان ينتشر الالحاد خير من ان ينتشر التكفير والارهاب الذي الحق اذى بالامن القومي العربي فلا بأس تساهلوا مع الالحاد كما تساهل انور السادات مع الاخوان لضرب الناصريين فالالحاد افضل من التكفير ولذلك لا يوجد رده فعل حقيقيه في كل المجتمعات العربيه تجاه هذه الظاهره، لا تاهيل فكري، لا ارشاد فكري، وحتى المؤسسات الاسلاميه غارقه في قضايا فقهيه انت تعرفها، لا تمت بصلتنا للواقع، لكن السؤال: الا يشكل الالحاد ايضا خطرا على الامن القومي العربي؟ نعم، صحيح، ولاحظ معي، استاذ يحيى ان في بعض المجتمعات و متابعتنا اليوميه الاعلاميه والتقريريه احيانا لان الامن ايضا يعمل بعض التقارير نلاحظ ان اين يتواجد الالحاد يتواجد مرتبط بالشذوذ الجنسي ويرتبط ايضا احيانا بالخيانه الوطنيه يرتبط ايضا بالجنسيه المثليه فاعتقد هذا هذه غرابه الالحاد الالحاد عند الذي اشرت اليه عند جان بول سارتر ارتبط بمفهوم الحريه قال ان الايمان اذا كان يهدد الحريه فانا لست مؤمن الالحاد ارتبط في مجتمعات معينه بالحقوق السياسيه والتحرر من الكثلكة والسيطرة ما هو ديني لكن عندما يرتبط الإلحاد بظواهر الشذوذ الجنسي وبظواهر المثلية وبظواهر اللادينية أو العدمية يصبح يشكل تهديدا أمنيا قوميا ولذلك انا قلت ان الدساتير العربيه بعض الدساطير العربيه صحيح تشير الى حريات الاديان وحريات العقيده، لكن ما هي القوانين العضويه التي تنظم ذلك؟ بمعنى اننا ينبغي قانونيا اننا لسنا ضد حريه العقائد ولسنا ان تكون ملحدا، كن ملحدا على كما تحب، لكن هذا الالحاد لا ينبغي ان يتحول الى دعايه وتشهير واشهار ويتحول الى مجموعه عندما يتحول الى مجموعه الى طائفه نحن ايضا امام طائفه لا دينيه صحيح ولكنها طائفه قد تهدد النسيج الاجتماعي لان لان هذا المفهوم ليس مفهوما علميا ولا مفهوما فكريا ولكنه مفهوم اجتماعي القصد منه تهديد الوحده الاجتماعيه وعندما نتابع الموقع الذي يسمى مجلة الملحدين العرب نجد هذا نجد محاولة التواجدهم في مجتمعات التي تعاني هشاشة من حيث النسيج الاجتماعي وبالتالي يصبح العداء للإسلام هو الإلحاد وهذا خطر إذا كنت تعادي الإسلام عاديه علميا قدم ما هو البديل عندك إذا كنت تعادي الجماعات المتطرفة والجماعات القتالية العداء لا يكون بهذا الشكل لا يكون انك تعادي الله فالله بالنسبه لك موجود ام غير موجود هذه ليست مشكل ونتعلم من البراغماتيه من جون ديوي والبراغماتيون الامريكيون يقولون اذا كان الايمان يؤدي الى العمل المثمر فهو الحقيقه يعني مفهوم الحقيقه لم يصبح في فلسفات البراغماتيه مثل جون ديوي لم يعد تعد الحقيقة ما هو صادق أم غير صادق الحقيقة أنها تؤدي إلى إنتاج فعلي واليوم فلسفة اللغة تقوم أساسا على ما يسمى إنجاز اللغة لزاكت دولونغاج إذا كانت هذه اللغة أو الجملة تؤدي إلى عمل فهي جملة صحيحة مهما كانت فيها من أخطاء نحوية, دكتور نحوية جملة صحيحة لأنها تؤدي إلى عمل ما دمت ذكرت اللغة دعني أسجل أن واحدة من الكوارث التي ألمت بالفكر العربي في كل تفاصيله اليساري اليميني الوسطي الترجمة المحرفة يعني نحن عندما نقلنا اليسار الشيوعية من من الكتلة الشرقية أو الغربية نقلناها خطأ كارل ماركس لم يكن ملحدا نهائيا ومن اطلع على كتبه وعلى رأسه رأس المال يدرك أنه لم يكن ملحدا وهذه قالها زعيم الحزب الشيوعي السوري السابق خالد بكداش. يعني اليساريون عندما نقلوا مفردات الثقافه المترجمه نقلوها خطأ. وهكذا دواليك بالنسبه لكثير من الافكار. مما طرحته واذهب الى الشيخ مصطفى ابو رمان. شيخ مصطفى ايضا واحده من اسباب الانهيار غياب ثقافه الروح في مساجدنا، في وسائل اعلامنا، في حياتنا. يعني بربك عندما تفتح اليوتيوب ترى شيخ معمم يلعن شيخ معمم اخر، وكلمات بذيئه يقولها الدعاة يا كذا يا كذا، اذا ناقشت احدهم يسميك باسماء الحيوانات والله لما خلقك قال متباهيا بنفسه: تبارك الله احسن الخالقين، تباهى لما خلق الانسان. هنا مع كتاب جميل عالم الارواح العجيب. الا يجب ان نعود الى ثقافه الروح لان الروح اذا صلحت يصلح العقل الكثير من الملاحده يتصورون الاسلام يمنعهم من الزنا المخدرات الفساد المثليه الجنسيه كما اشار الدكتور بوزيد فاذا نعود الى الروح لنعيد بناء العقل والمسلكيه وايضا المسار المسلكي والسلوكي نعم يا سيدي وجزاك الله خيرا يعني هذا المحور المهم جدا والضروري لانهم يفتقدون هذه الناحيه الروحانيه التي تسقلهم وتسقل العقل والنفس ويصبح الانسان بسلوكه يحبه الجميع ويحب الجميع لانه كما قلت في حلقات سابقه واكرر هذا البيت يعني ديننا حب وود ما لنا في الكون ضد نصفح اليوم لغد كاب للولد فهل تربى المسلمون على هذه التربيه الروحيه التي يعني تبناها اهل التصوف وما احوج اهل التصوف الان الى ان يمسكوا بمنهج العلماء الربانيين لنشر ثقافه الروحانيه ولنشر ثقافه السلوك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم الذي من أجله أحبه الناس وأحبه المسلم وغير المسلم ووصفه بالوصف الصادق بالصادق الأمين قبل الإسلام وبعد الإسلام هو كذلك إذا غياب ثقافة الروح له السبب الكبير جدا لأننا انشغلنا بعذاب القبر والترغيب والترهيب وانشغلنا بصفات الله عز وجل وأسمائه ولم ننشغل بنشر ثقافة الأخلاق والسلوك والروحانيات ولهذا حتى يعني أتذكر من من كلام القصيمي الذي يعني أنكر فيه عندما قال ذلك الشعر تصاعد أنفاسي إليك عتاب وكل إشاراتي إليك خطاب فليتك تحلو والحياة مريرة فليتك تحلو والحياة مريرة وليت وليتك تحلو والحياة مريرة الى ان قال وفي الكلمه الاخيره وكل ما فوق التراب تراب يستنكر من هذه الابيات التي فيها التربية والسلوك الحقيقي استنكر من هذا الكلام يعني كلام حتى الروحانيات تهجم عليه القصيمي من خلال أبيات بعض أهل التصوف لهذا نحن أهل التصوف مدعوون الآن أكثر من غيرهم وأهل المنابر والخطباء أن يربوا الناس على الثقافة التي تربط أرواحهم بربهم سبحانه وتعالى وتزكي نفوسهم نعم، وتفتح نعم. مدارك عقولهم شيخ شيخ مصطفى لأن, شيخ لأن مصطفى الكثير من الناس الآن يعني أدركني الوقت الإسلاميين من هذا الباب أدركني الوقت لله ذرة والله ولا قوة إلا بالله والله ما أحوجنا إلى الروح ما أحوجنا إلى العودة لله ووالله لو أتيح لي المجال نعم. لقدمت مليون ومليون ومليون دليل على وجوده جل في علاه يعني لا حول ولا قوة إلا بالله وهل يرحم الضعيف إلا الكبير وهل يرزق الفقير الا الرازق سيد العزيز لا يدرك مغني. الكثير من الناس ان الله ما اوجدهم اول وهله فقط الانسان حتى يستمر موجودا يحتاج الى ايجاده على مدار الثانيه ففضل ايجاده لنا مستمر على مدار الدقيقه فلو رفع عنا اللطف لسكتت ارواحنا وانتقلنا إلى عالم البرزخ والأرواح يا شيخ مصطفى يا ليتهم يعلمون شيخ مصطفى أبو رمان من الأردن الحبيب شكرا جزيلا لك الدكتور بوزيد بومدين من الجزائر الحبيبة وسلامنا لأهلنا جميعا هناك جزاك الله خير الجزاء وشكرا جزيلا لك مشاهدينا وصلت حلقتنا إلى تمامها إلى أن نلقاكم هذا يحيى وزكريا يستودعكم الله الذي لا تضيع الذي لا تضيع الذي لا تضيع ابدا ودائعه